قال أبو العتاهية: خليلي إن الهم قد يتفرج، ومن كان يبغي الحق فالحق أبلج، وذو الصدق لا يرتاب، والعدل قائم على طرقات الحق والشر أعوج. وأخلاق ذي التقوى وذي البر في الدجى لهن سراج بين عينيه مسرج. ونية أهل الصدق بيض نقية، وألسن أهل الصدق لا تتلجلج. وليس لمخلوق على الله حجة، وليس له من حجة الله مخرج. وقد درجت منا قرون كثيرة، ونحن سنمضي بعدهن وندرج. ألا رب ذي طمر غدا في كرامة، وملك بتيجان الهوان متوج. لعمرك ما الدنيا بدار إقامة، وإن زخرف الغادون فيها وزبرج. وإن كانت الدنيا إلي حبيبة، فإني إلى حظي من الدين أحوج. فإني إلى حظي من الدين أحوج.